السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم مع درس القسمة على عدد واحد. القسمة على عدد مكون من رقم واحد. أما يقول لي مثلا يا أولاد 684 على 2 تساوي، بعمل علامة القسمة اللي هي القسمة المعيارية اللي هي القسمة المطولة، يعني بقول هنا 2 684. أول عدد بقسمه عدد المئات ده، أحاد عشرات مئات، بقسم العدد ده اللي هو جنب اللي مقسوم عليه على طول، بقول 6 على 2 فيها 3، التلاتة دي أضربها في الاتنين، الاتنين في 3 بـ6، وأطرح 6 من 6 0، اللي عليه الدور ينزل 8، 8 على 2 فـ4، الـ2 في 4 بـ8، وأطرح 8 من 8 0، اللي عليه الدور ينزل الـ4، 4 على 2 فـ2، الـ2 في 2 بـ4، 4 من 4 0. كده خلصت المسألة. يبقى الخطوات ايه؟ نمرة 1 اقسم، نمرة 2 اضرب، نمرة 3 اطرح، نمرة 4 انزل، وارجع اكرر على طول الـ4 خطوات دول: اقسم، اضرب، اطرح، انزل. طيب هنحل تدريبات. ما يقول لي صفحة كتاب سلاح التلميذ صفحة 22، هنختار بعض المسائل القسمة ونحلها. لو قلنا مثلا 68 على 2، هقول 6 على 2 فـ3، الـ2 في 3 بـ6، وأطرح 6 من 6 0، اللي عليه الدور ينزل 8، 8 على 2 فـ4، الـ2 في 4 بـ8، وأطرح 8 من 8 0. كده خلصت المسألة، طلعت 34. لو عاوز أتأكد الـ34 دي صح ولا غلط، هاجي كده أهو هقول 34 في 2 المقسوم عليه في الناتج، المقسوم عليه في الناتج، الـ2 في 4 بـ8، الـ2 في 3 بـ6، طلع 68 اللي هو المقسوم اللي أنا قسمته على الـ2. طيب ناخد مسألة تانية مثلا، ولتكن المسألة دي 9875 أهو، 9875 على